لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. ثم ما بعد، إخواني وأحبابي، بداية أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الوفير فضيلة الأمين العام لهذه الهيئة الموقرة بأن دعاني وشرفني بأن أكون بينكم في هذه الأمسية الرمضانية الطيبة. لا أقول لكي ألقي محاضرة في شيء لا تعرفونه، فأنا أعرف قدر نفسي، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. نحن بين علماء وطلبة علم ومشايخ ما شاء الله، لا يسعني إلا أن أقول وأنا بينهم نفس الفداء لقوم زينوا حسبي، وإن مرضت فهم أهلي وعوادي، وإن خفت ليثا أبا شبلين ذا لبد ما أسلموني لليث الغابة العادي. فحياكم الله جميعا في هذه الأمسية في هذا المجلس المبارك، مجلس ذكر سأكون فيه بعيدا عن التزويق والتنميق، والوقت لا يتسع لكي نشرق ونغرب في مسائل متفرعة، إنما هي رسالة أو فكرة ممكن أن نطرحها من باب التواصي ومن باب المذاكرة. هذه المجالس مجالس من أسباب الثبات، مجالس الذكر. ليس دائما الهدف من مجالس الذكر هو أن يتعلم الإنسان شيئا جديدا، فوالله العلم عند كثير منا وعند أغلبنا موفور، وقد يكفي لأن يرتقي الإنسان بهذا العلم الذي لديه إلى درجات عالية. ولكن نحن مبتلون بأمور أخرى، منها قلة العمل وقلة التطبيق وضعف التواصل والمذاكرة للعلم الذي نتعلمه. وإلا والله ما جلست في هذا المجلس من أجل أن أعلم أو أنظر، معاذ الله، إنما هو نوع من الدردشة أو الكلام بصوت، التفكير بصوت مرتفع، ونحاول أن نتناصح فيما بيننا. ولأني أعلم أن للمفضول أن يتحدث بين يدي الفاضل، أبحت لنفسي أن أتكلم في هذا المجلس، فنستبيحكم عذرا. الهدف من المجلس إخواني تحفيز الهمم والبقاء على الطريق. أثار شجوني قبل قليل، كنا نتذاكر ونتحدث مع فضيلة الإمام الأمين العام عن أناس كانوا في درجات مرموقة من العلم والعمل والدعوة وحفظ المسائل ودراسة العلم الشرعي، في أوساط الصالحين والطيبين والأفاضل، ومحسوبين على العلم وأهله. ذهبت الأيام وجاءت الأيام، وإذا بهم ينتكسون ويرتدون وينقلبون إلى طرف آخر. كان هذا الطرف في يوم من الأيام هو من ألد أعدائهم، وإذا به صار وليا حبيبا. وهذه القضية ليست متعلقة بشخص أو شخصين، وإنما أصبحت أشبه ما تكون بالظاهرة. لا شك أن لهذا أسبابا، ومن هذه الأسباب ربما ضعف التواصل بمثل هذه المجالس الطيبة التي يجلس الإنسان فيها في مجالس الذكر والمذاكرة. إخواني وأحبابي، عمر رضي الله عنه له كلمة مشهورة يقول: لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. ما هي هذه الثلاث التي جعلت عمر رضي الله عنه يحب البقاء في الدنيا ولولاها ما رغب بالدنيا وما فيها؟ قال: ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل، ومجالسة إخوان ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر. قال هذه الثلاث أشياء هي سبب حبي للبقاء في الدنيا والمكث فيها، هذه الأمور الثلاثة. ظمأ الهواجر
اللي هو الصيام، ومكابدة الليل اللي هو القيام، وصلينا ركعات، وبقي هذه المجالس. لعلنا جمعنا بين الثلاثة إن شاء الله في هذه الليلة، صيام وقيام ومجلس ذكر. العجيب أنه نفس هذا الكلام ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء رضي الله عنه له كلمة أيضا، أنه لولا ثلاث ما أحببت البقاء في دنياكم. الاختلاف في الألفاظ فقط، ولكن المعاني هي هي. مكابدة الليل في قيام الليل والخلوة مع الله سبحانه وتعالى وما فيها من تربية وتهذيب للنفس، من أعظم وسائل الثبات على الدين هو أن يكون العبد في خلوته مع ربه صادقا وقريبا، غير منبت الصلة مع الله، وليس جافيا لسيده ومولاه. وظمأ الهواجر، وأيضا مجالسة الأفاضل، أفاضل الناس، لأن الصاحب ساحب والمجالس مجانس. مجالسة الطيبين تكسب الطيب. وورد كذلك عن معاذ بن جبل حينما حضرته الوفاة ودفن هنا في الأردن رضي الله عنه، وأصيب بالطاعون، وكان في الليلة التي توفي فيها يسأل: هل أصبحنا؟ فيقولون: لم نصبح. هل أصبحنا؟ لم نصبح. حتى إذا أصبحوا قالوا: أصبحنا. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. مرحبا بالموت، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول المكث فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة العلماء في الركب في حلق الذكر. شيء عجيب، كأنهم تواصوا بهذه العبارات، يعني كلها متقاربة من بعضها. ما الذي جعلهم يحددون هذه المحددات؟ إنهم يعرفون قدرها. إخواني الكرام، لن نرتقي إلا بما ارتقى به الأولون وسلف هذه الأمة والصحابة الكرام رضي الله عنهم. أنا أهمس في آذانكم، والكلام مني وإلي أولا وآخرا. هناك حكمة تقول: إنه لا يمكنك أن تمنح حياتك مزيدا من الأيام، ولكن يمكنك أن تمنح أيامك مزيدا من الحياة. أريد أن أدردر حول هذه العبارة: إنه لا يمكنك أن تمنح حياتك مزيدا من الأيام، لأن الآجال محدودة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. طب ما الذي يسعني أن أفعل؟ يسعك أن تمنح أيامك مزيدا من الحياة، فتستثمر هذا اليوم ليكون مباركا. وممكن تعيش فترة في هذه الحياة الدنيا، ولكن ترقى مراقي عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. 6 سنوات فقط كانت كفيلة بأن تنقل معاذ بن جبل رضي الله عنه من كافر مشرك وثني إلى أن يهتز عرش الرحمن لموته يوم مات. 6 سنوات. لا تنظر إلى كمية العمل الذي تقوم به، ولكن انظر إلى نوعية العمل. نحن الآن نصوم في رمضان، مجالس رمضانية، قد يكون من المناسب أن نلمح يعني إلى ما يتعلق بالصيام. فأنا كما قلت ليس هذا المجلس مجلسا علميا بحتا، المقام ليس مقام تفصيل ولا تأصيل، وإنما مقام مذاكر، وقد لا أزيدكم شيئا، ولكن من باب التذاكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كم منا من شهد هذا الشهر المبارك، هذا الموسم، موسم الخيرات والبركات، اللي هو فرصة للتغيير، فرصة لأن يضيف إلي كل موسم جديد شيئا جديدا إلى حياتي، إلى قلبي، إلى وعي، إلى إيماني. منذ 20 سنة، منذ 30 سنة، كل الجالسين منذ 40 سنة يشهد هذا الموسم. لكن هل سألنا أنفسنا ما الذي أضافه إلينا هذا الموسم في كل مرة؟ يعني هل خرجت من هذا الموسم أفضل مما دخلت إليه؟ هل أضاف إلي شيئا؟
لماذا لا نتغير في رمضان بالرغم من عشرات السنين التي صمناها وشهدنا هذا الخير النفحات والبركات والإقبال على الله، ثم نخرج ونرجع إلى ما كنا عليه؟ هل كانت لدي عادة سيئة قبل رمضان استطعت أن أنتصر فيها على نفسي وأن أتجاوز هذه العادة فأخرج من رمضان وقد أستطيع أن أفرح بالفعل أن رمضان هذا أضاف إلي شيئا جديدا، أني كنت كان لدي خلل ما أو تقصير ما أو عادة سيئة ما فاستطعت أن أتجاوز هذا بعد رمضان؟ كيف كان سيكون حالنا لو أننا منذ 20 أو 30 سنة رمضان يضيف إلينا شيئا جديدا؟ كيف ستكون أحوالنا؟ إخواني الكرام، كل العبادات، وهنا سأدخل في العمق قليلا، كل العبادات لها صور، صورة ظاهرة صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة لا يتفاضل الناس فيها، ممكن يجتمع في الحرم في ليلة ما 2 مليون مصلي خلف الإمام، كلهم يكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويسلمون مع بعض، يدخلون مع بعض ويخرجون مع بعض، فمن حيث الهيئة والصورة الظاهرة لا فضل لأحدهم على الآخر. ولكن في ميزان الله عز وجل قد تتفاوت بينهم المنازل كما بين السماء والأرض، قد يكون الكتف على الكتف ولكن ما بين صلاة أحدهم والآخر كما بين السماء والأرض. ما هو السر؟ طبعا إذا كنت أتكلم عن الخشوع في الصلاة فأنا أريد أن أدلف إلى الحديث عن الخشوع في الصيام، لأنه إذا ذكر الخشوع فلا يتبادر إلى الذهن إلا إيش؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد يغيب عن الذهن أن الخشوع هي حالة من السكينة والانكسار والإخبات، وبشر المخبتين، التي تلازم العبد المؤمن بربه حقا وصدقا في الصلاة وخارجها، وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وعند الصدقة وفي حياته كلها، وعند بيعه وعند شرائه وعند معاملته لزوجه وعند معاملته لجيرانه، وهو يقود السيارة يمشي على الأرض هونا مخبت ليس متكبرا ولا متعاليا على الناس وعلى الخلق. الخشوع في الصيام، الخشوع في الصلاة، نحن قلنا أن الناس يتفاضلون بأعمال الباطن وليس بصور الأعمال الظاهرة التي يتساوى فيها كل الناس. التنافس الحقيقي ليس في الصورة الظاهرة. ولذلك يا إخواني، الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا ولا أحسن عملا. أحسن اليوم في موجة عالمة في العالم في ما يسمى بالجودة، شهادة الآيزو، شهادة الجودة التي تمنح للمنتجات الصناعية أو الزراعية أو حتى العلمية. جامعات، هذه الجامعة عندكم آيزو ولا ما عندكم آيزو؟ في أي مرتبة؟ الذهبية ولا الفضية ولا البرونزية وإلى آخره؟ ما هي الجودة؟ الجودة هي الإحسان، ديننا هو الإحسان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. أنت كمسلم جيد ينبغي أن تعتني بالجودة، وهو مقام الإحسان، وهو بلوغ درجة الكمال الممكن في كل عمل تقوم به، سواء كان في أمور العبادة أو في أمور المعاملات أو في أمور الأخلاق أو المسلكيات والسلوك بين الناس. كيف أكون محسنا في حياتي؟ هو أن أحقق المواصفات القياسية التي وضعها الشرع، لأن الجهات التي تمنح شهادة الآيزو أو الجودة تضع معايير ومواصفات قياسية وتطالب الجهات المنتجة أن تحققها، فمن أتى بها وحققها منحت تلك الشهادة، يقال أنت محسن، إنتاجك جيد، هذه علامة الجودة. هناك علامة جودة عند الله سبحانه وتعالى وهي مرتبة الإحسان في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا المقصر، كلهم ممن أورثوا الكتاب، وكلهم قال الله عنهم في الآية التي تليها جنات عدن يدخلونها، كلهم يدخلون الجنة، ولكن في ظالم لنفسه وفي مقتصد، هذا الذي إيش؟ على القدر، يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات وما عنده أي زيادات ولا يهتم بنوعية العمل ليرقى إلى الله أكثر، هذا مقتصد. قالوا منهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفوز العظيم جنات عدن يدخلونها. الإحسان
هو التركيز على النوعية، الجودة هو التركيز على النوعية بمواصفات معينة. كل عمل عبادي في مواصفات قياسية، ممكن أستطيع أن أقيس نفسي عليها وأعلم هل أنا محسن في هذا أم لا، في الصلاة، في الصيام، في كل العبادات. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصيام. لذلك العلماء لما تكلموا عن الصيام وتكلموا عن أسرار الصيام، وقد برع في ذلك الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه في كتاب إحياء علوم الدين، عندما تكلم عن ربع العبادات تكلم عن الصورة الظاهرة، ثم ذهب إلى أين؟ إلى الصورة الباطنة. يقول لا تغفل عن إيش؟ عن سر العبادة الباطنة، لأن الأعمال الظاهرة قد لا يظهر لك منها كبير يعني فائدة. إيش هذا؟ تذهب إلى الحج، تطوف حول الكعبة، تذهب ترمي جمرات عبارة عن حجارة، تسعى بين الصفا والمروة، حركات وأشياء غير قد تكون لكثير من الناس غير مفهومة، حلق الرأس، لباس الإحرام، قد يذهب ويرجع دون أن يشعر بحلاوة ولذة للعمل الذي قام به. يعني هو كل من يذهب إلى الحج يحج بالفعل، الصورة الظاهرة يتساومون فيها، كلهم يحرمون من الميقات ويقومون بالأعمال، لكن قد يرجع الناس وبينهم من التفاوت في الدرجات ما الله به عليم. بناء على إيش؟ بناء على الخشوع، بناء على الصدق والإخلاص والتقوى. في الصيام قال لعلكم تتقون، وفي الحج إيش قال؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأنه هي هذه الثمرة، الثمرة من العبادات هي تحقيق التقوى. لو كان إنسان عنده بستان في 1000 شجرة لا تثمر، شخص آخر إلى جواره عنده شجرة واحدة تثمر، خوخ، مشمش، أي كان، في النهاية من الذي يأكل؟ هذا 1000 شجرة ولا تثمر، لن يأكل شيئا. في أشجار، صورة الشجرة قائمة موجودة لكن بلا ثمر. وشخص عنده شجرة واحدة ومثمرة، يأكل منها، سوف يذوقها، يتذوقها. إخواني الكرام، اجعل همك واجعل همي هو قطف الثمار. الله عز وجل يريد منك قلبك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بهذا الفهم ارتقى الصحابة، وست سنوات يهتز لموته عرش الرحمن. ما الذي فعله؟ لنا أكثر من 6 سنوات وعشر سنوات وعشرين سنة وثلاثين سنة على طريق الصلاة والعبادة، ومنا من ينتكس بدل أن يرتقي. ما هو إذا لم يرتقي وبقي مكانه هو متأخر. الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولم يذكر المتوقف. إخواني، لأن المتوقف متأخر، عجلة الحياة سائرة، فإذا كان الناس عن يمينك وشمالك يسيرون ويتحركون وأنت واقف في مكانك فأنت متأخر. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من استوى يوماه فهو مغبون. يعني إذا استوى يومك بأمسك قال هذا من الغبن، كان باستطاعتك أن تتقدم أكثر. المتنبي ماذا يقول؟ عنده بيت حكمة وأبياته كثير منها من شعر الحكمة، من أكبر شعراء الحكمة المتنبي، يقول: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التماني. والله هذا البيت ترتعد له الفرائس حقيقة. يقول عيوب الناس كثيرة لكن لم أرى، هو المتنبي يقول أنا لم أرى في عيوب الناس عيبا أكبر من كون الإنسان قادر على أن يكون أفضل مما هو عليه ثم لا يكون. ليش تقصير؟ لأن البعض يتصور إيش؟ قال والله الحمد لله لا عندنا كبائر، لا نشرب خمر ولا نزني ولا نسرق الحمد لله، ايش عندنا يعني؟ ولذلك حتى لما يقول استغفر الله واتوب اليه لا يستحضر معنى للتوبه، يعني الا ذنوب الكبائر والحمد لله ما عندي، فلا يستطعم حتى بالاستغفار. ولماذا استغفر؟ وانا شو اللي مسويه؟ ماذا فعلت انا حتى استغفر؟ لم يخطر بباله ان التقصير قد يكون التقصير في ما اتاه الله عز وجل من امكانيه تطوير الذات وأن يكون أفضل مما هو عليه وأصلح مما عليه ثم لا يفعل، أن هذا ذنب يحتاج أن يستغفر الله ويتوب إليه منه. أرجع إلى سر المسألة، هنا سؤال: طيب كيف يتفاضل الناس في أعمال الباطن؟ إذا قلنا أن الناس في أعمال الظاهر يتساوون،
وأن التفاضل إنما هو إيش؟ في أعمال القلوب في الدنيا وفي الآخرة. وعند الله سبحانه وتعالى قال يوم تملى السرائر، قال وحصل ما في الصدور. الذي يحصل ما في الصدور، أنت ماذا في قلبك؟ طيب بماذا يتفاضلون إذن؟ بأعمال القلوب. ما هي أعمال القلوب؟ من أخلص من من؟ من أتقى لله من من؟ من عنده توكل على الله أكثر من الآخرين؟ من يحب الله أكثر؟ من يعظم الله أكثر؟ من يرضى عن الله أكثر؟ هذه تسمى بأعمال القلوب. أنا يوسفني أن أقول أنه مع الأسف من أعظم أسباب الانتكاسة هو الجفاء عن هذا الطريق، الجفاء عن طريق أعمال القلوب وإصلاح القلوب. وربما صار الذي يتحدث في الرقائق وفي التزكية وفي السلوك وفي الآداب يتهم بأنه ليس من أهل العلم، يعني ولأن العلم هو ماذا؟ هو علم المسائل والقواعد والأصول وعلم الجرح والتعديل وهذه المسائل التفصيل، هذا هو العلم. فإذا تكلم في الرقائق مثلا، تكلم بأعمال القلوب، ذكر الناس بالآخرة، بالجنة والنار، بمحبة الله، بالشوق إلى لقاء الله، باللذة بالنظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، الكلام عن هذه الآداب والأخلاقيات، قال هذا من القصاصين أو من الوعاظ، يعني حتى الموعظة صارت تهمة أن فلان من الوعاظ، معنى الموعظة من الدين. قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن موعظة، الله عز وجل سمى القرآن موعظة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فكان يعظ الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الوعظ، الوعظ صار تهمة، هذا جفاء، جفاء كبير جدا. حينما يكون الحديث عن الرقائق والتربية والأخلاق والسلوك والتذكير بالآخرة وبالموت وإلى آخره والزهد في الدنيا، هذا لا يعد علما، والله بئس القول. هذا رأس العلم هو الكلام في هذه المسائل، في الرقائق وفي التربية وفي أعمال القلوب. الذين اشتغلوا بالفقه وأصوله والفلسفة والعقائد وغيرها من كبار الأئمة ما كانوا خلوا من الكتابة في أعمال القلوب. أبو حامد الغزالي رحمه الله كان أصوليا وكان فيلسوفا، وهو صاحب أحياء علوم الدين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المجاهد المتفنن في سائر العلوم، هو صاحب كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية. ابن المبارك المجاهد العالم المحدث، هو صاحب الكتب الكثيرة في التزكية من الزهد وغيرها والورع، كتب مختصة بأعمال القلوب. هل صار الكلام في الوعظ في الأخلاق وفي السلوك والرقائق صار مذموما؟ هنا السر، هنا السر في الانتكاسة. هناك جفاء بين العبد وبين ربه، هناك تقصير في التربية، هناك تقصير في التنافس في إصلاح الباطن وتجميل صورة الباطن. الاشتغال بالظواهر بس، الظواهر ما شاء الله، الشهادة بلغ أعلى الدرجات العلمية، ماذا يريد؟ الفصاحة واللباقة والكلام، يجلس في المجالس ويتكلم ما شاء الله، ما يحفظ الأحاديث ويحفظ الأسانيد ويحفظ الأشياء الكثيرة، ما ينقصه شيء. لكن المشكلة لو فتحت عن قلبه لوجدت ظلمة وسوادا ووحشة سرعان ما تؤول به إلى الانتكاسة والردة والعياذ بالله. الأمر خطير والله يا أخو، ونحن في زمن الفتن، ولا عاصمة من هذه الفتن إلا بالاستعصام والالتجاء إلى الله والتمسك بالباطن قبل الظاهر. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، نعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الانتكاسة. أرجع مرة أخرى، والله إذا اقترب الوقت بس نبهني. أنا قلت أن المجال لا يتسع لعدة أفكار، فأنا أدندر حول فكرة واحدة فقط، تجميل صورة الباطن يا جماعة يا إخواني. كلنا يهتم بمظهري، ما تطلع إلا إيش؟ والغطرة مكوية والبشت والثوب مكوي والعطورات، وتشوف نفسك بالمراية وكيف الأمور تمام ما شاء الله. لماذا؟ لأن ظاهري هذا هو موضع نظر الخلق، الناس ينظرون إلى ظاهري. وفي غفلة، أنا كلامي ليس تهمة، ترى كلام والله أنا
يعني أتكلم ليس من باب جلد الذات، وإنما من باب يعني من باب التناصح، وإلا كلنا بحاجة إلى هذا. موضع نظر الرب سبحانه وتعالى اللي هو القلب كيف هو؟ كلنا أدرى بنفسي. الإحسان، معايير القياسية، مواصفات الجودة، هي أن أصلح هذا القلب، وحينئذ سوف أستشعر لما قلبي يكون مؤهلا لهذه الحالة الإيمانية الراقية التي يتكلم بها، حينئذ سوف يكون خاشعا في صلاته وخاشعا في صيامه وإلى آخره في كل عباداته. طيب سؤال هنا، ما الذي يجعل الناس يتفاضلون في أعمال الباطن؟ نحن قلنا أن التفاضل ليس في أعمال الظاهر وإنما في أعمال الباطن، صحيح؟ لكن في سؤال أيضا مهم، طب كيف السبيل إلى تحقيق التنافس في أعمال الباطن بحيث أني أسبق غيري في أعمال الباطن، أكون أتقى وأخشى وأصلح وإلى آخره من أعمال القلوب؟ اللي عنده جواب نسمع الجواب، نوع من التفاعل. يعني ما الذي يجعل فلان أتقى لله من فلان؟ فلان يحب الله أكثر، فلان يخشى الله أكثر. أنا أجيب، علماؤنا أجاب، من كان بربه أعلم وأعرف كانت أعمال القلوب لديه أكبر وأنضج وأعلى. ولذلك رأس الأمر الآن لو أردنا أن نلخص كل هذا الكلام، الرقي يكون بمعرفة الله اللي هو المعبود الذي أصلي له والذي أصوم له والذي أحج له والذي أتصدق من أجله. فالعبد الذي لا يعرف ربه، وربما يعرف الناس ويعرف صديقه وأخاه وزوجته وابنه أكثر مما يعرف ربه، المشكلة هذه. ماذا يعرف عن الله؟ وكيف أتعرف على الله؟ وكيف أقوي معرفتي بالله؟ الله عز وجل الكبير والمتعال عرفنا على نفسه في كتابه. اقرأ القرآن بنية أن تتعرف عليه. القرآن رسالته إلينا. ما هو مضمون الكتاب؟ هذه الرسالة التي أرسلها الله إلى العباد، أولا الدلالة على الله والتعريف به. ولذلك الأسماء الحسنى، القرآن لا تكاد تجد آية إلا والفصل القرآنية فيها إيش؟ صفات الله عز وجل وأسمائه، وكان الله عزيزا حكيما، عليما خبيرا، عليما قديرا، كل هذه الصفات لماذا؟ لتتعرف على الله. فإذا أجعل همي التعرف على الله، لأنه من كان بربه يعرف كان أقدر، سيكون أكثر خشية وأكثر تقوى وأكثر محبة وأكثر تعظيما لله سبحانه وتعالى. أيضا مما يعينك على ذلك، يعني إذا التنافس والتفاضل، إذا أردت أن أتكلم عن الخشوع في الصيام مثلا، العلماء مش تكلموا عن الخشوع في الصيام، تكلم أبو حامد الغزالي رحمه الله تكلم عن مراتب الصائمين، وفرق العلماء بين الصوم والصيام. الصوم هو الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى الغروب، قال هذا صوم العوام، هذا صوم العوام، أن تمسك عن الطعام والشراب هذا صوم عامة الناس. لكن في صوم الخواص قال هو صوم الجوارح، العين والأذن واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح، في لها صيام، في لها صيام. ولذلك المرتبة الأعلى مرتبة الإحسان في الصيام قال صوم خواص الخواص، هذا الغزالي رحمة الله. ما هو صوم خواص الخواص؟ قال صيام القلب عما سوى الرب سبحانه وتعالى. صيام القلب يعني صيانة القلب عن الخواطر الفاسدة السيئة. ترى منشأ الأفعال خواطر، الذي لا يحرس خواطره فهي الثغور التي يقتحم عليها أو يقتحم من خلالها الشيطان والهوى. الخواطر سوء الظن، الحسد، الغل، كلها أشياء باطنة. الخواطر المحرمة من الصور ونحوها كلها مفاتيح شر. فالصائم الذي يريد أن يحقق مرتبة الإحسان في الصيام وأن يكون خاشعا في صيامه، عليه أن يشدد الحراسة على قلبه، فإنها ثغور خطيرة من خلالها يقتحم الشيطان، فيشدد الحراسة على قلبه من أن
تتخلل هذه الخواطر الفاسدة فتفسد عليه صيامه. فلا يسترسل مع أي خاطرة، تأتي الخاطرة يجاهد نفسه في قمعها، وأن يشغل نفسه بما هو نافع. وهي نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. أكثر الشر يأتي من الفراغ. إذا شغل الإنسان نفسه بالحق، بالذكر، بقراءة القرآن، بالمجالس الطيبة، بالكلام الطيب، لم يجد وقت فراغ لكي يعني ينحى هذه المناحي السيئة من الخواطر السيئة. يبدو أن الوقت قد انتهى. كلمة هي عابرة، صلى الله أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يجعل ما قلناه نافعا، ومما يسرنا أن نلقى الله عز وجل به إذا لقيناه، يثقل به موازيننا ويبيض به وجوهنا ويضاعف فيه من حسناتنا، ونجعلنا ممن يجاهدون أنفسهم فيه. الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. موضوع الإحسان نتكلم عنه. والنفس من خيرها في خير عافية، شوقي يقول: والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم، تضغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكر. أقول قولي هذا وأحمد الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن الإصغاء، بارك الله فيكم. السلام عليكم.